الرئيس السيسي يوجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لجنوب سيناء. خلال كلمته بالأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تواصل العمل مع مصر وقطر من أجل التهدئة في غزة وعودة المحتجزين. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان تتجاوز 500، وحزب الله يهاجم قاعدة عسكرية إسرائيلية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء لاستعراض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض المحاور المختلفة لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء القائمة على تنفيذ عدد من المشروعات والاستثمارات في شتى القطاعات تنمويا وعمرانيا وسياحيا وثقافيا، وذلك في إطار خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مقومات كل محافظة وفقا لطابعها الخاص وميزاتها التنافسية. وفي ذلك السياق شهد الاجتماع متابعة تطورات تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بمحافظة جنوب سيناء خاصة مدينة شرم الشيخ، والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة بما يعزز من مكانتها السياحية لا سيما في ضوء اسمها المتميز عالميا. وتطرق الاجتماع أيضا إلى متابعة مشروعات التنمية بطابة ونويبع وأبرديس والطور، بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين الذي يسعى لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، حيث حرص السيد الرئيس على متابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع تمهيدا لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد، مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة خاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة وإعطاء هذا الأمر أولوية، مشددا كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات. شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية وبما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية. وخلال لقاء موسع مع السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، أكد رئيس الوزراء ثقة الحكومة في أهمية الدور المؤثر الذي يلقى على عاتق وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر في عواصم العالم المختلفة، وفيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في الخارج، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، فضلا عن العمل على دفع حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أهمية البعد الاقتصادي في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموي المختلفة، سواء في الصناعة أو الإسكان أو غيرها من القطاعات. وخلال اجتماع لمتابعة جهود تحلية مياه البحر مع وزيري الموارد المائية والإسكان وعدد من المسؤولين، أشار مدبولي إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ما يتطلب التوسع حاليا في مشروعات التحلية والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قضايا السبرانية أصبحت مكونا أساسيا في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم. جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للأمن السبراني. وخلال الاجتماع تمت مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السبرانية والأعطال التقنية والجهود المبذولة لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية وتعزيز الأمن السبراني في مختلف قطاعات الدولة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تجربة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب والتي تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور تمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر. جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء لتقرير من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفطية فيسا، ذلك عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين، والذي أوضح أنه تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو الماضي يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية التخصصي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. ناقش الفريق أول عبد المجيد صقر عددا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمختلف مواقف العمليات، مشيدا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقدراتها على تنفيذ المهام المشتركة. كان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات. تؤكد مصر ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن لبنان على حافة الهاوية مع تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في الجنوب. وأعرب غوتيريش خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن قلقه من أن يمسي لبنان غزة ثانية. في تلك الأثناء تبقى غزة كابوسا لا يخبو، وقد يدفع بالمنطقة كلها في أذياله، ولا حاجة لأن ننظر إلى أبعد من لبنان، ولا بد أن يعترينا القلق جميعا جراء هذا التصعيد. فلبنان على شفير الهاوية، وشعب لبنان وشعب إسرائيل وشعوب العالم لا يمكن أن تسمح بأن يمسي لبنان غزة ثانية. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن العدوان الإسرائيلي قد تسبب في أسرع معدلات قتل ومجاعة ودمار في تاريخ الحروب. وخلال كلمته بالجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب الملك عبد الله عن استيائه من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في الحرب على غزة.
لقد تسبب العدوان الإسرائيلي بأحد أسرع معدلات الوفيات مقارنة بالصراعات الأخيرة. أسرف هذا عن أسرع معدلات المجاعة بسبب الحروب وأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف ومستويات غير مسبوقة من الدمار. لقد قتلت هذه الحكومة الإسرائيلية في هذه الحرب أطفالا وصحفيين وعمال إغاثة إنسانية وطواقم طبية أكثر من أي حرب في التاريخ الحديث. وعلينا ألا ننسى الهجمات على الضفة الغربية، فمنذ 7 من تشرين الأول أكتوبر قتلت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 700 فلسطيني، منهم 160 طفلا، كما تجاوز عدد الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية 10,700 معتقل. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان هو الأشد همجية وشرسة. وأضاف بن حمد أن بلاده قد قامت بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة بدور الوساطة من أجل وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وقد أثمرت جهود الوساطة التي بذلناها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اتفاق هدنة إنسانية في شهر نوفمبر الماضي، أدى إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح 240 من الأسرى الفلسطينيين و109 من المحتجزين في غزة ورفع مستوى تدفق شحنات الإغاثة، كما قدمنا الدعم الإنساني للسكان المدنيين في قطاع غزة وأسهمنا في إجلاء الجرحى والمرضى ودعمنا المبادرات الإنسانية لإيصال المساعدات عبر كل الطرق المتاحة، ورفعنا أيضا من مستوى دعمنا لوكالة أوروا، هذه الوكالة الدولية التي لا يمكن الاستغناء عن خدماتها. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع مصر وقطر وباقي الأطراف من أجل التهدئة في غزة وعودة المحتجزين. وشدد بايدن خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة معالجة زيادة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مجددا تأييده إقامة دولة فلسطينية مستقلة تنفيذا لمبدأ حل الدولتين. أعمل مع قطر ومصر للتقدم باتفاق لوقف اطلاق النار ولاطلاق سراح، وايد مجلس الامن هذه الخطه. ان الاوان للاطراف ان تضع لمسات نهائيه على هذا الاتفاق، ان الاوان لاعاده الرهائن الى ديارهم. واذ ننظر الى الامام علينا كذلك ان نعالج زياده العنف ضد الفلسطينيين الابرياء في الضفه الغربيه، ولابد ان نهيئ البيئه لمستقبل افضل بما في ذلك حل الدولتين. تسلم وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الجائزة المقدمة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في حشد التمويل لمشروعات تدعم التكامل الإقليمي. جاء ذلك خلال لقائه مع المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نباد، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة بنيويورك. وأكد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات البنية التحتية وربط الطرق بين الدول الأفريقية. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي دعم مصر لوحدة الدولة اليمنية والعمل على استقلالها وسلامة أراضيها. وخلال اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعرب عبد العاطي عن تأييد مصر لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية، وذلك وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات اليمنية في الرياض التي نتج عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
تواصل مصر التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف الكفيلة بضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وتيسير نفاذ السفن إلى قناة السويس. يأتي هذا بينما تتعاظم التداعيات السلبية لعمليات قوات الحوثي على سلاسل توريد الشحن البحري حول العالم. مع تعاظم التداعيات السلبية لعمليات وتهديدات قوة الحوثي على سلاسل توريد الشحن البحري حول العالم، تم تصنيف البحر الأحمر وباب المندب مناطق عالية المخاطر، الأمر الذي اضطر الشركات العالمية الكبرى للشحن والحاويات إلى تبني خيارات بديلة. 17 شركات شحن من بينها MSC السويسرية وميرسك الدنماركية CMA CGM الفرنسية أعلنت تقليص حصتها في سوق الشحن بالبحر الأحمر وتحويل بعض سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح. بناء على ذلك ارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب في البحر الأحمر بما يفاقم تكاليف الرحلة عبر قناة السويس بعشرات الآلاف من الدولارات، وهو ما أرغم الشركات الكبرى للبحث عن بدائل بغية الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد العالمية. في هذا الإطار تواصل مصر التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف الكفيلة بضمان حرية الملاحة بالبحر الأحمر وتيسير نفاذ السفن إلى قناة السويس. وبمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة سيكون بمقدور قناة السويس التعافي بأسرع وقت، سواء لكثافة مرور السفن أو ما يتصل بحجم الإيرادات، وذلك في ظل ارتفاع رسوم الشحن والمرور علاوة على التنامي المتواصل في حركة التجارة العالمية. وحتى نهاية نوفمبر الماضي لم تتأثر حركة مرور السفن عبر القناة بتصاعد التوترات في مضيق باب المندب، وإنما زادت أعدادها بنسبة 17.6% لتبلغ 26,000 سفينة من الاتجاهين مقابل 2,171 سفينة خلال الشهر ذاته من العام الماضي. كما نمت عائدات القناة بنسبة 20.3% وتعاظمت إيرادتها الكلية بنسبة 34.7% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 إلى 9.4 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار في العام المالي السابق. إذن هي أزمة عابرة، بمجرد أن تنتهي سيعود حتما بريق قناة السويس من جديد، خاصة في ظل مشروعات التوسعة والتطوير التي قامت وتقوم بها الدولة المصرية، خاصة وأنها استحوذت على ما يعادل 10% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا خلال عام 2023، كما شهدت مرور 8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال عالميا بحسب بيانات وكالة. بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك التطورات الأخيرة في المنطقة وما تشهده من تصعيد خطير، وأهمية تكثيف الجهود من أجل ضمان خفض التصعيد وتجنيب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من المواجهات والعنف والانزلاق إلى حرب إقليمية. وخلال لقائه مع هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحث الجانبان تكثيف مساعي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وخلال لقائه وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني في نيويورك، أكد عبد العاطي أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور ما يضمن تحقيق أمن واستقرار المنطقة. كما بحث الجانبان التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية وتبادل التأييد في مجال الترشيحات الدولية وغيرها من الموضوعات، ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. أشاد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بالعلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا والتي تشهد زيارات واتصالات متبادلة مؤخرة. وخلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في أيرلندا
في نيويورك أعرب عبد العاطي عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الأيرلندية المباشرة إلى مصر ورفع معدلات التبادل التجاري والسياحي وجعل مصر مركزا لحركة أيرلندا إلى إفريقيا، فضلا عن التطلع لإقامة تعاون ثلاثي بين مصر وأيرلندا في إفريقيا. أشار وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي إلى نجاح التجارب الاستثمارية البولندية في مصر، معربا عن التطلع أن يتم التوسع بشأنها من خلال إقامة منطقة صناعية بولندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وخلال لقائه بوزير الخارجية البولندية أكد عبد العاطي الاهتمام بزيادة معدلات السياحة البولندية والتي تمثل جزءا كبيرا من السياحة الأوروبية الوافدة إلى مصر، كما تم التطرق إلى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لتسريع تحويل الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين بإجمالي 1 مليار يورو، وبدء العمل على الانتهاء من التفاوض على الشريحة الثانية من الحزمة بإجمالي 4 مليارات يورو. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشددا على أهمية قيام الدول الأوروبية بتقديم الدعم المناسب لمصر لمواصلة جهودها في هذا المجال، خاصة مع تزايد الضغوط الناتجة عن تعدد الأزمات في المنطقة. وخلال لقائه مع وزير خارجية مالطا في نيويورك، أكد عبد العاطي على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية، فضلا عن فتح مسارات جديدة للتعاون في مجالات التجارة والطاقة والطاقة المتجددة والمياه والتعاون البرلماني. التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع وزير خارجية بوركينا فاسو في نيويورك، وأكد عبد العاطي على أهمية متابعة نتائج جولة المشاورات السياسية التي استضافتها القاهرة في نهاية أبريل الماضي على مستوى كبار المسؤولين. كما أكد وزير الخارجية على حرص مصر على تقديم الدعم لبوركينا فاسو في بناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات. وخلال اللقاء تم تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا وعدد من القضايا التي تهم البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي على استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في دول منطقة الساحل. التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بالشباب ممثلي منتدى شباب العالم، وذلك ضمن فعاليات قمة المستقبل بنيويورك. أكدت المشاط إدراك الدولة المصرية أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس لقوتها وهم طريقها نحو النهوض والتقدم، حيث تحرص الدولة المصرية على دعمهم بكل سبل الإمكانات للتأكيد على دورهم الريادي والعمل على تنمية قدراتهم كأطراف فاعلة ودعم مشاركتهم في صنع السياسات. كما أكدت أن اعتماد مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل تعكس تعزيز المنتدى لدعمه لأهداف الأمم المتحدة التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفعالة في معالجة القضايا الدولية. وإلى لبنان، حيث قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ أمس بلغت 558 شخصا، منهم 50 طفلا و94 امرأة. وأضاف الوزير أن العدوان الإسرائيلي أسفر كذلك عن 1835 جريحا، هذا وقد تحولت مدارس في بيروت ومدينة صيدا إلى ملاجئ للنازحين جراء العدوان الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، واضطرت العديد من العائلات لقضاء الليل في سيارتهم أو في الحدائق أو على طول شاطئ البحر.
أكد حزب الله اللبناني استخدام الصاروخ الجديد فادي ثلاثة في هجوم على قاعدة شمشون العسكرية الإسرائيلية. وقال الحزب في رسالة إنه قد دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته ودفاعا عن لبنان وشعبه، موضحا أن قاعدة شمشون الإسرائيلية تعد مركزا تجهيزيا قياديا ووحدة تجهيز إقليمية. ذكر المكتب الإعلامي لحزب الله أن إسرائيل تسقط منشورات عليها أكواد خطير جدا على مناطق سهل الإبقاع في شرق لبنان. وحذر حزب الله اللبنانيين من أن مسح هذا الكود بالهاتف سيؤدي إلى سحب كل المعلومات من أي جهاز. دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى ضبط النفس وخفض التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل بعد أن قصفت إسرائيل المنطقة التي تسيطر عليها جماعة حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت لليوم الثاني على التوالي. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء البريطاني خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول شمال غرب إنجلترا. I call again for immediate ceasefire in Gaza, the return of the sausages, the hostages, and a recommitment to the two-state solution. بدوره قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن مقتل النساء والأطفال في لبنان يبعث على قلق شديد. كما دعا إسرائيل وحزب الله إلى خفض التصعيد فيما بينهما وحماية أرواح المدنيين. ردود فعل دولية واسعة إزاء التصعيد الإسرائيلي في الشرق الأوسط والذي اتخذ منحا كبيرا خصوصا على الجبهة اللبنانية. الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية غير المسبوقة على مناطق عدة من لبنان قوبلت بدعوات دولية لضبط النفس ووقف التصعيد. فرنسا وعلى لسان وزير خارجيتها جان نويل بارو دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في لبنان، وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية التي تسببت في سقوط مئات الضحايا من المدنيين بما في ذلك عشرات الأطفال يجب أن تتوقف. أوروبيا أيضا حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن النزاع المستعر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمته في حرب شاملة، وقال بوريل إن الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة، مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار على طول الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان. على صعيد ردود الفعل الدولية أيضا حذرت دول مجموعة السبع خلال اجتماع عقد في نيويورك من أنه ما من بلد سيربح من مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط. وقال وزراء خارجية دول المجموعة في بيان إن الأفعال وردود الأفعال المضادة من شأنها أن تؤدي إلى تضخيم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجر الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مع عواقب لا يمكن تصورها. من جانبها نددت الصين عبر وزير خارجيتها وانغ يي بالهجمات العشوائية الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في لبنان، وشددت على أن القوة المسلحة قد لا تؤدي إلا إلى تقويض السلام، وأشارت إلى أن مواجهة العنف بالعنف لن تحل المشاكل في الشرق الأوسط ولن تؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أعظم. وفيما تتوالى ردود الفعل الدولية ذكر مسؤولون أمريكيون أن الإدارة الأمريكية بصدد تقديم أفكار ملموسة، وذلك خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع لاحتواء الأزمة في لبنان، وبرغم عدم وجود أي تسريبات حول المقترحات الأمريكية المرتقبة لخفض التوتر، إلا أن هناك شكوكا كبيرة في نجاح هذه الجهود في ظل الدعم السياسي غير المسبوق من جانب واشنطن لإسرائيل. الله أكبر.
رهيب ورهيب، مفقد غالي ولا غالي، صدمة ولا صدمة، كاسمور ولا كاسمور. قصفوهم أين ما درينا عنهم إلا هم أيهم مقطعين شقف يا خير. استشهد 6 مواطنين من بينهم طفلان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال منزلا في النصيرات في وسط قطاع غزة. هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41,467 شهيدا و 95,921 مصابا، ذلك منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. في اليوم 354 لحربها على غزة برا وبحرا وجوا، بات جليا أنه لا يوجد أي أفق حيال تغير سيناريو الأحداث الدموية. لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية تواصل عدوانها الغاشم على القطاع، حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على حي الزيتون جنوب شرق غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار على المنازل في حي تل الهوى والصبرة بمدينة غزة، وفي دير البلح وسط القطاع قصف الاحتلال مركبة مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وبذلك يكون قطاع غزة قد فقد في مواجهة تلك الحرب الدامية أكثر من 41,000 شهيد، إضافة إلى 95,000 إصابة غالبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض. أما في الضفة الغربية أو ما تسعى إسرائيل لأن تجعلها غزة الجديدة، فما زالت الجرافات الإسرائيلية تقوم بنبش أسفلت الطرقات في المدن الفلسطينية، وما زالت القوات الإسرائيلية تنفذ مخطط مداهمتها واعتقالاتها التي بدأتها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على المنطقة المحتلة بالضفة، خاصة على مدن جنين وطول كرم ونابلس وطوباس إلى جانب مخيمات اللاجئين القريبة. نشرة التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. قبل أيام على تنحيه، كيشيدا يتعهد لزيلينسكي باستمرار دعم اليابان لأوكرانيا. تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والذي سيتنحى عن منصبه خلال أيام، للرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي بمواصلة دعم اليابان الكامل لبلاده. واتفق كيشيدا وزيلينسكي خلال اجتماعهما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك على أن البلدين سيظلان يقومان بتنسيق وثيق، حيث رحب كيشيدا بالختام الأخير للمحادثات من حيث المبدأ بشأن اتفاق ضروري لتمكين تبادل المعلومات الحساسة بين البلدين. قال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا إن بلاده تشعر بانزعاج شديد من انتهاكات المجال الجوي الأخيرة من قبل الصين وروسيا وأنشطتهما العسكرية الأخرى التي تقومان بها حول أنحاء البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كيهارا بعد انتهاك طائرة عسكرية روسية المجال الجوي الياباني 3 مرات، وصفا ذلك بأنه عمل استفزازي. كما أضاف أن بلاده ستواصل مراقبة الأنشطة العسكرية الصينية والروسية باهتمام قوي، كما ستقوم باتخاذ الاستجابات اللازمة لها على حد تعبيره.
أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية التزامهم بتعزيز التعاون الثلاثي ومناقشة التهديدات التي يشكلها التعاون العسكري المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا على استقرار شمال شرق آسيا وأوروبا. كما أكدوا المعارضة الشديدة لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المجالات البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. في خطوة تعكس التعاون العسكري المتنامي بين موسكو وبكين، أفادت وكالة إنترفاكس الروسية أن سفنا حربية تابعة للبحرية الروسية والصينية أجرت تدريبات بحرية مشتركة في بحر أوخوتسك غرب المحيط الهادي. وتأتي هذه المناورات في وقت تتزايد فيه التوترات جيوسياسية في المنطقة. تضمنت التدريبات البحرية مهام مناورات مشتركة ومحاكاة لمواجهة زوارق مسيرة، وأجرت استطلاعا ومراقبة للوضع على السطح بمشاركة طائرات هليكوبتر على سطح السفينة، فضلا عن استخدام أنظمة أسلحة مضادة للغواصات والطائرات. وتعد هذه المناورات بين روسيا والصين الثانية في الشهر الجاري، حيث كانت الأولى بعنوان أوشن 2024، وتم تدريب فيها على إطلاق الصواريخ والمدفعية. الكلمة المفتاحية للمناورات الثنائية هي مواجهة النفوذ الأمريكي في منطقة المحيط الهادي، وهو ما أشارت إليه موسكو وبكين مراراً. في الوقت نفسه قامت الولايات المتحدة بتعزيز وجودها البحري والجوي قرب ساحل ولاية ألاسكا، وذلك ترقبا للتدريبات العسكرية الصينية الروسية في المحيط الهادي. ونشرت البحرية الأمريكية المدمرة USS ستريت، وتم نقل وحدات من الجيش الأمريكي إلى الولاية مزودة بأنظمة صواريخ بعيدة المدى. تطورات في إطار تصاعد التوترات بين واشنطن وموسكو، حيث أعرب البنتاغون عن قلقه من تزايد الأنشطة العسكرية الروسية في هذه المنطقة القريبة من الحدود الشمالية للولايات المتحدة. كما زادت التدريبات المشتركة الروسية الصينية من المخاوف الأمريكية، خاصة وأنها تتم بالقرب من اليابان. قام وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني بزيارة رسمية لمقر الأمم المتحدة في مصر، وذلك في إطار خطوة تعكس التزام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتعزيز التعاون الدولي والمحلي. وتهدف الزيارة كذلك إلى تعزيز التعاون بين التحالف الوطني ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، كما تستهدف الزيارة تسليط الضوء على الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف وكذلك برامجه المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الاجتماعي في مصر. وجه وزير التموين شريف فاروق إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات والعمل على دراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على السادة النواب. جاء ذلك في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار جهود التعاون المشترك بين كيانات ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا دورهم الهام كحلفاء أساسيين في رحلة النجاح والتطوير للمنظومة الصحية المصرية على مستوى محافظة الجمهورية. جاء ذلك خلال افتتاح وزير الصحة ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر مشروع تطوير مجمع رعايات الأطفال للأمراض المعدية والوبائيات وملحقاته بمستشفى حميات العباسية، والذي يأتي إيمانا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وتنفيذا لخطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. سلم محافظ شمال سيناء خالد مجاور الأنوال للسيدات المتدربات على صناعة الكليم بمدينة نخل بوسط سيناء، وأكد المحافظ أنه تم تدريب السيدات على صناعة الكليم بالتعاون بين مجلس مدينة نخل وجمعية تنمية المجتمع بقرية الجورة. وأكد المحافظ على أن فكرة المشروع تعتمد على إطلاق تجمع اقتصادي للسيدات بمركز نخل بوسط سيناء توفر التمكين الاقتصادي للسيدات، فضلا عن تأهيل
تأهيل الفتيات لسوق العمل وتوفير فرص عمل في مجال الكليم والتسويق، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. أما الآن وقفتنا الاقتصادية والوقفة الأولى بنشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع رجائي رمزي، إليك رجائي. شكراً جزيلاً هبة، شكراً حكمة. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه النافذة الاقتصادية من أخبار التاسعة. شهد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير الزراعة علاء فاروق توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين برعاية البنك المركزي بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. من جهته أكد محافظ البنك المركزي بأن البنك يدعم التعاون وبين كافة الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه أوضح وزير الزراعة أن المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وبناء قدراتهم من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق التي تشمل تحسين كفاءة الإنتاج. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أكد أن عرض قطار فيلارو المخصص لقطارات الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة المصرية من أهم معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم، يعكس رسالة هامة تتمثل في أن هذا المشروع هو رمز للصداقة المصرية الألمانية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والنقل في فعاليات معرض إينو ترانس 2024 الذي يعد أكبر معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم. أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حرص الدولة على مصالح العمال وتشجيع الاستثمار. جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود فوزي مع وزير العمل محمد جبران لمناقشة مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل. وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية أن تكليفات الرئيس السيسي واضحة بصياغة قانون محفز للاستثمار يراعي الحقوق والواجبات. افتتح وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ورشة العمل التي نظمتها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بهدف الترويج والتسويق للمزايدة العالمية التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز مؤخرا، التي تشمل 12 قطاعا بريا وبحريا للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل. شهدت الورشة التي أقيمت تحت عنوان اكتشاف إمكانات البحر المتوسط مشاركة أكثر من 25 شركة عالمية ومصرية متخصصة في مجال البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول. توجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت إلى روسيا للمشاركة في أعمال اجتماعات وزراء الطاقة لدول بريكس وفعاليات أسبوع الطاقة الروسي. يهدف الاجتماع إلى مناقشة الموضوعات المشتركة ودفع سبل التعاون وتفعيل الشراكة ما بين الدول الأعضاء ونقل الخبرات خاصة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن السياسة المالية خلال الفترة المقبلة
ستكون أكثر تأثيراً في دفع حركة وتنافسية الاقتصاد المصري في إطار السعي لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بوزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان لذيذ قدراتوف على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأوزبكستان. أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني أكد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة ما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وخلال اجتماع بوزارة المالية بالعاصمة الإدارية مع عدد من المسؤولين أكد الكيلاني أن تلك اللجنة تستهدف توحيد المفاهيم والإجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات. وإلى البورصة المصرية، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2 تريليون 111 مليون جنيه. وسط تباين المؤشرات، أما على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إيجيكس 30 بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 30871 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 4.27% مغلقا عند مستوى 7333 نقطة، فيما صعد مؤشر إيجيكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 4.1% مغلقا عند مستوى 10427 نقطة. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعا وسط المخاوف من اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط. على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 74.11 دولار للبرميل، كما صعدت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.3% مسجلا 70.61 دولار للبرميل، فيما أيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.7% لتصل إلى $2.12 في اللتر، كما صعدت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.81% مسجلة $2.32، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وإلى المغرب، حيث أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.75%، موضحا أن تكاليف الاقتراض تنفق أو تتفق مع التوقعات المالية والاقتصادية، فيما توقع البنك أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام من 3.4% العام الماضي، وذلك بسبب الجفاف. كما توقع بنك المغرب المركزي أن يتباطأ التضخم إلى 1.3% هذا العام من 6.1%، وذلك في 2023. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة مجددا إلى حكمة وهبة، فإليكم. شكرا لك رجائي. شاركت نائبة وزير السياحة والأثار يمنى البحار نيابة عن وزير السياحة والأثار في احتفالية الترويج الثقافي والسياحي التي تم تنظيمها بمناسبة الاحتفال بعيد منتصف الخريف الصيني التقليدي. وشارك في الحضور الوزير المفوض بسفارة الصين لدى مصر تشانغ تاو وعدد من المسؤولين. وأوضحت نائبة وزير السياحة أن حركة السياحة الوافدة من السوق الصينية قد حققت منذ بداية العام الجاري حتى الآن نمواً بنسبة 74% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، معربة عن تطلع الوزارة إلى استقبال مزيد من السائحين الصينيين خلال الفترة المقبلة. والآن مع أخبار الرياضة. ومرة ثانية إليك رجائي. شكرا حكمة، شكرا هبة. مشاهدينا، أخبار الكرة والملاعب نتابعها وإياكم في هذه النافذة الرياضية من أخبار التاسعة.
نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء نفذت سلسلة من الأنشطة المتنوعة للنشء بمراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز قدرات النشء وتطوير مهاراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات. تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين لنهائي بطولة أفريقيا المقامة في تونس بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 40-15 في نصف النهائي. كان قد تأهل المنتخب إلى نصف النهائي بالفوز على كينيا بنتيجة 55-14 في ربع النهائي، كما حقق منتخب الفراعنة الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 42-22 في ختام الدوري الأول ببطولة أفريقيا في نسختها 20 للناشئين. إلى كأس السوبر، حيث وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي ضد النادي الأهلي التي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا. كان الفريق قد اختتم تدريباته الأخيرة صباح اليوم على ملعب النادي استعدادا لخوض مباراة النهائية في السوبر الأفريقي، حيث أدى اللاعبون فقرة تدريبية بدنية خفيفة تحت إشراف جواو وهو مخطط الأحمال بالفريق، فيما حرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني خوفا من تعرض اللاعبين للإهراق وذلك بسبب السفر. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسميا عن المواعيد الجديدة لمباريات دور 16 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وأيضا الكونفدرالية الإفريقية. كشف كاف في خطاب موجه للاتحادات الرياضية الأفريقية أنه تم تأجيل مباريات دور المجموعة ليبدأ في آخر نوفمبر وينتهي في يناير من العام المقبل، وذلك بدلا من بدايته في أكتوبر ونهايته في ديسمبر، على أن تبدأ أدوار قبل النهائي والنهائي في الفترة من نهاية مارس حتى نهاية مايو من العام المقبل. وإلى الليغا الأسبانية، حيث يستضيف بعد قليل ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس على استاد سانتياغو برنابيو معقل الملكي، وذلك ضمن منافسات الجولة 7 بالليغا الأسبانية. يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 14 نقطة خلفا لبرشلونة المتصدر لترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يحتل ألافيس العائد من جديد لمنافسات الدوري الأسباني المركز السابع برصيد 10 نقاط. مشاهدينا، نهاية هذه الأخبار الرياضية، عودة مجددا إلى حكمة واهبة فإليكم. شكرا لك. حذر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي من تداعيات التغيرات المناخية على تزايد عمليات النزوح الداخلية بالمنطقة، وأضاف أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تأثرا بالتغير المناخي حيث شهدت موجات جفاف وسيول وفيضانات، مؤكدا أهمية وجود أنظمة إنذار مبكر كما أهمية وجود آليات استجابة متطورة وتخصيص ميزانيات للتعامل مع الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية. وقفة ثالثة وأخيرة. رجاء رمزي وأخبار الطقس. شكرا لكم. مشاهدينا، التوقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الجولة الجوية.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. فيما يلي مشاهدين بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 32، الصغرى فيها 22، الأسكندرية 30، 23، مطروح 29، 22، بورسعيد 30، 23، الإسماعيلية 21، أما محافظة السويس العظمى فيها 32، الصغرى فيها 23، العريش 30، 22، طابة أيضا 30 هي العظمى، أما الصغرى 24، شرم الشيخ 36، 26، الغردقة 36، 25، محافظة الأقصر العظمى فيها 38، الصغرى فيها 24، أسوان 38، 26، الوادي الجديد 37، 25، حلايب 35، 27، شلاتين 37، 27. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع. ختام النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لجنوب سيناء. خلال كلمته بالأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تواصل العمل مع مصر وقطر من أجل التهدئة في غزة وعودة المحتجزين. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان تتجاوز 500، وحزب الله يهاجم قاعدة عسكرية إسرائيلية. وبالتذكرة انتهت نشرة التاسعة. شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.